بونسوار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن إصدار هيئة السوق المالية تراخيص لتداول الأسهم والعملات عبر الإنترنت. هالهيئة أو ما يعرف بالسي ام اي هي هيئة تنظيمية مستقلة أنشئت من قبل أسواق رأس المال سنة 2011 بهدف تنظيم الشركات المالية وأسواق رأس المال بلبنان. تحب شيري لأنه حاليا يوجد 10 مصارف وشركات مدرجة ببورصة بيروت بقيمة سوقية إجمالية أقل من 12 مليار دولار. ومننتقل لإعلان بورش الألمانية للسيارات عن ارتفاع المبيعات بنسبة 12.7% خلال شهر آذار الماضي بالولايات المتحدة. اللي صار هو زيادة بالطلب على السيارات الرياضية الكوبي وخصوصا على الموديلات الجديدة من جي تي. بورش عم تستفيد من تحسن سوق السيارات بأمريكا، حيث ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بالولايات المتحدة الشهر الماضي ل 17.2 مليون وحدة مقارنة ب 16.7 مليون الشهر اللي سبقه. ومننهي مع سلسلة ماركس اند سبنسر البريطانية اللي أعلنت عن ارتفاع بالمبيعات بنسبة 1.9% بأول 3 أشهر من سنة 2015 لتاريخ 28 أذار. وبالتفاصيل ارتفعت مبيعات المنتجات بالإجمال بنسبة 0.7%، كما ارتفعت المبيعات الغذائية بنسبة 0.7% أيضا. ومن جهة تانية انخفضت المبيعات العالمية الإجمالية بنسبة 3.8% نظرا لاستمرار النزاع بأوكرانيا وتراجع الاقتصاد بروسيا. ماركس اند سبنسر كان أكبر الرابحين لمؤشر فوتسي مع ارتفاع بنسبة 6.1% بوقت ارتفع السوق ككل بنسبة 0.2%. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم نهار الثلاثاء.